عارف يا بكير، العيل لازم يتشكم من هو في اللفة. انت بقى كان لازم تعمل في بيتك كده. راحة بيت جوزها وما بتعرفش تسلق البيت كير. لا لا لا، ما فيش حاجة، لا مؤاخذة يا ست عواطف، طبيت عليك بالنهار كده من غير ولا احم ولا دستور، تحب اعمل لك حاجة؟ لا يا اخويا تسلم لي. ايه ده، يعني كل اللي قلته لك ده كله والحكاوي دي ما سمعتش منها حاجة؟ في ايه يا بكير مدفوق؟ بصراحة اصلاني بشيت، وبالذات كل ما افتكر الايام اللي عماله تجري زي البرق دي، وفي جريه هتاخد قمقططه مننا وتخلص مدتها وتمشي. ايوه الست دي دخلت علينا يا اخويا، انا خفت منها بيني وبينك. والله انما طلعت احن من الكل. دي قمقططه، دي بالته، دي كفايه اللي عملته معايا ومعاك ومع الكل، ده كان ادمها علينا زي الفل وزي العسل علينا كلنا، ادم الخير. واخدت مننا اي حسره ولا اي حاجه؟ محدش فينا نفعها ببصله. ايوه وتعرفي اللي عملته معايا ومعاكي ده كوم، والجميل اللي عملته مع عباس باشا كوم تاني. تعرفي ولا مؤاخذه يعني في الكلمه يعني، ولو فيها اساءه ادب مني، عباس باشا قليل عليه لو وط على ايدها بس على اللي عملته مع لميس هاني. لا ما هتلاقيه برضه مظبطها في قرشين ولا في مصلحه كبيره يعني. صلي على النبي، في قلبك ولا في قرشين ولا مصلحه ولا اي حاجه باللي انت بتقوليها دي؟ ما الاتفاق كان قدام انا بنفسي، كنت قاعد في الاتفاق. ايه اتفاق؟ اتفاق ايه؟ بس أم عبد الله ما تجيبيش سيرة المخروق ولا حتى العبد الله ذاته. إلهي أعدمك لو جبت سيرة الجنس مخروق. عباس باشا اتفق مع قطاطة إن هي تيجي كل يوم الفيلا بالليل عشان تحكي حواديت للست لميس. هي أمر الدكاترة كده، شافوا إن حواديت قطاطة هتنفع في حالة ست لميس وتعجل بشفاها إن شاء الله. وهو في المقابل يعني هيجري في إجراءات براءتها. وفاتت ليا هي عيني الصبح تتداول في السجن، وبالليل تيجي من بالليل لحد الفجر تحكي حواديت، والباشا مع الايام نسي وعده ليه. وهي يا عيني عليها كانت ايه، مره يتيمه غلطت وقالت له الحقني انجدني من المسجونات واللي بيعملوا فيا مبهدلني في اللومان، بهدلها وهزقها وايه، وكانت ليطه. وهي ما بتشوفهاش وهي قاعده معايا في العربيه وش فاجر لما بنروح السجن، بتبقى ايه نايمه زي القتيله يا ولدان. يجعل سره في اضعف خلقه. يعني قطاطة الغلبانه دي صاحبه فضل على عباس بيب هيلمانه ده كله؟ عليه وعلى عيلته، امال ايه؟ ومش اي حد من عيله، لا ده خلاصه الخلاصه. طبعا ما هو برده اغلى الولد ولد الوالد يا بكير. شفتي صدقتيني بقى ان هو مش قليل عليه لما يوطي على ايد ام قطاطة ويبوسها. كلنا والنبي اسكت، كلنا نبوس ايديها. يا لميس يا حبيبتي فهمين، انا ما اقدرش اعمل حاجه لقطاطه، ده لا في شغلتي ولا حتى في اهتمامها. اسمعيني بس، انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني يا جدو. انت لازم ترد الجميل للست دي، كفايه اللي عملته معانا. شوف يا حبيبتي، 90% من المتهمين اللي موجودين في السجون كلهم بيقولوا احنا ابرياء. لو هي بريئه بجد ربنا باذن الله هيساعدها. طيب ماشي اوكي. انا مؤاخذة يا سعادتك باشا، وحياة النبي ما تزعل نفسك وان شاء الله كل شيء هيبقى زي الفل. ده بالنسبة لإيه يعني؟ ايوه باشا لا مؤاخذة، يعني بعد اذن حضرتك كنت عايزك يعني تفتكر موضوع ام قطاطة. انت مالك انت ومال قطاطة؟ ام قطاطة اطلع بره يا قلب. تمام باشا تمام. هتشل هتشل مثل حبي. مالنا اللي انا عارف؟ ايوه بقالك ساعه ماسكه البتاع بتبصي في ايه؟ بتبصي مثل حبي. بلعب ماشي، ما انت ما قلتليش العب. اهو كده شيش بيش. شيش بيش ايه؟ ده مش شيش بيش اصلا. امال ده ايه ده؟ دي كوتشينه عادي. مش دومنا دي؟ دومنا ايه كوتشينه؟ لا انا عايز العب كوتشينه. حرام عليك يا قطاطه، ما هي دي الزفت اسمها كوتشينه، ده كوتشينه. لا انا مش عايز العب اللعبه دي، اللعبه دي مش حلوه. انت زهقت، انا مش فاهمه، انت دماغك دي فاضيه خالص خالص. مالك ما تعمل ايه؟ اخر ما بزهق بخش اقعد في دماغي جوه واسيب الخلق تولع بره. على راي المثل اللي بيقول لك ريح تستريح وتكسب محبه الناس.
انت بتجيب الكلام ده مني يا قطاط؟ مش زمن، مش زمن يا بنتي، مش زمن. انت عارفه عايزه تنتظري انت من واحده كانت عايشه طول عمرها في ايواء، خدوا الايواء راح مدينا خيمه، خدوا الخيمه راح مدينا الخابور بتاع الخيمه، وبعد كده قعدت على الرصيف. يعني انت ما عندكيش سكن خالص؟ لا عندي. فين؟ ساكنة في جلابيتي. جلابيتك؟ ما أيوة، دي الحاجة الوحيدة اللي محدش يقدر يخرجني منها. أنت بمزاجي بقى. يا واد أنت دكتوراه في الفلسفة الشعبية. أنا رحت ولادة فعلا بقى، رحت واخدة بعضي وطالعة المساكن الشعبية، رحت مقدمة الورقة في الحي. وقالوا لك إيه؟ قالوا لي الحي أبعد من الميت. حالة فنية فريدة، كتلة إبداعية متحركة بترش في نظريات، كل ركن تدخل فيه تكسر الثوابت. سبحان من أبدع الجمال اللي فيكي، اللي جواكي، واللي أجمل من جمال موناليزا. ما حد سألك عن الجمال الخارجي لشبه الحمار الوحشي؟ ما تصحنيش من الحلم اللي أنا فيه يا عباس. قطاطة، هو انت دفعتي عن نفسك ازاي في المحكمه؟ يا داروي يا داروي، ده تسكتي، ده كان يوم يا نهار اسود، الناس عماله تصور بالتلفزيون وعماله ماسكه في ايديها حاجات كده بتاعه اليوم اللي هم دول يكلموا، ورحت واقفه ماسكه في عبس الالتهام كده، وقعدت اقول انا بقى انا بريئه، انا مسلومه، انا تعب فيا، والراجل اللي هو ماسك الشاكوزه. ايوه القاضي. ده نجار ده ولا ايه؟ لا القاضي، القاضي. القاضي؟ كان بيضرب كل شويه ان قلت فيه مسمار في التخته، في التخته ولا حاجه؟ وما قلتيش بقى مين اللي ظلمك ها؟ لا ماني عارفه، بقول ايه الا وشها اتغير بيقولوا مش لاقيينهم. كويس قوي انه ما اداكيش اعدام. النبي رند كان يضحك براحه، كان يضحك براحه بدل ما يضرب الواحد ويحب الواحد بدل ما هو عايش في كل امر يروح يلعب في دماغه يتلعب فيه. لا طبعا، والعبيطه؟ بقولك ايه؟ ها؟ ما تيجي ناكل بطاطس. عايزه بطاطس برضه؟ ناكل بطاطس. مش فاهمه ايه حبك في البطاطس؟ بحب عرنبيط المقلي. حاضر، وايه تاني؟ ونخويا بالمعيز. معيز؟ في معيز ملوخية بالأرانب؟ حاضر، هجيب لك كل اللي انت عايزاه، بس خلينا في الحاجة الوحيدة اللي بفهمها منك يا قطط. مين يا جماعة؟ اللمبي. حبيبي. هو هو جايب معاه قاعد يزعق والمحافظ ماشي جنبه. خلاف دخلوا للسلطانة، هو ده اللي احنا عايزينه. وانا كده نجحت؟ ايوه نجحت. النبي نجحت؟ نجحت. طب انا هلعب تحت سنك كام؟ احنا هناخدك معانا في الجيش. في الجيش؟ في طلائع الجيش؟ وده الحدوه دي؟ واحترف بعد كده والعب في اسكو. انتهى فرز الجنود، انتهى. هاتوه. مولاد السلطان، ده ملك الدسوق دي ولا مين؟ خش. مولاد الامير السلطان، تقدم ايها الفتى الشهم، لقد سمعت عنك الكثير، وسمعت عن قلبك الجسور الذي لا يهاب الموت وليس به رحمه، تقدم يا غليظ. مولاد الامير السلطان، مولاك الأمير هينتهي أمره على أيديك. مولاك الأمير هينتهي أمره على أيدي أنا؟ ليه؟ هقتله ولا إيه؟ قلبك شغوف للقتل. أيوة. القلب قلب أسد. أيوة. والصدر صدر فهد. من إيه؟ والعين عين صقر. من إيه؟ وهذا يعجبني، لك كل ملامح الفارس المغوار. ايه فارس الاستشوار ده؟ مولاتي انا عايز اروح لك بالسر لو سمحتي. انا كنت في كبد الناس تنبض الوقت ريحه اجارك الله، انما انا الريحه دي ريحتك حلوه قوي يا مولاتي، فقولي لي انت عايزه ايه بسرعه لان انا مش مستحمل خالص. الزواج، نتزوج. نتزوجك مين؟ انا وانت نتزوجك؟ انا وانت. لو نضرب عادين عرف كده واي مغرب في سكر قريش ولا ايه؟ بس على شرط. طب يفسد وتمشي ازاي؟ وما هو الشرط؟ ان تتجسس على الامير قمر الدين خشاف.
قمر الدين خشاف. ده ايه في رمضان ده؟ قالوا يعني هتجسس عليه اعمل ايه يعني؟ تتجسس عليه لتعرف هل هو متزوج من امرأة اخرى؟ وهل انجب ولدا كما قال الشعب والدهماء؟ وهل يحل لهذا الولد ان يعتلي العرش؟ تكلم. انا مش عارف انت بس بتكلمي كلام يعني مش عارف ده ليا ولا لمين. يعني انت ردك عايزاني اتجسس عليه هو؟ خلاص اعتبر الموضوع منتهي، هنزل على اي مائدة رحمن واروح قفشه على طول لفه واستكه وجايبه ديك على طول. عيب يعني. انت قلت لي اسمه ايه؟ قمر الدين خشاف. والنبي انت اللي قمر. قمر. تعال. اجلس بجانبي تعال. بصراحة كده يعني ما عارف انا بدوس جنب انا ما عارف شعر جحدة. ما اسمك يا اسمك ايه؟ ايوه يا بيتك ده اسم الذنبي. اريد ان اعرف هل هو متزوج ام لا؟ هو مين ده؟ قمر الدين خشاف. ايوه ما خلاص قلت لك قمر الدين خشاف ده خلاص. انا بقول لك حربته لك في قلب شوال من نصريه ومخزوز ومتقاسك ومت في 14 جبوك تحت رجليك هنا. خلاص كده؟ وبعدين يعني مين ده اللي يفكر ويستجرؤ ان هو يعرف ست عليكي؟ انت خلاص. انت جبت سقف الحريم. اذا فعليك به؟ اعض يعني ولا ايه؟ اذا فعليك به؟ ايوه حاضر خلاص خلاص. مولاتي السلطانه شجره الرز الامير قمر الدين خشاف. اوعى تقول حاجه من اللي قلنا عليها. ها ماشي. مولاتي السلطانه شجره الرز مولاتي الاميره انت جميلة اليوم يا مولاتي. ده الخدام الجديد ده ولا ايه؟ مين ده؟ الخدام الجديد. شكلك كويس. والبلع برست. عندي مجانس. اسمحي لي يا مولاتي. انا هاخده معايا. لك ما تشاء يا قمر الدين. هو ده قمر الدين اللي انا هتجسس عليه؟ تا تا تا. بعد اذني مولاتي بص الطير. هيا بنا. هيا بنا. أهلاً بي. وإيه كمان؟ بس حضرتك وكلفتني حضرتك مولاتي شجرة الرز إن أنا أتجسس عليك وأعرف أخبارك إيه. أنت الجاسوس الجديد. تحت أمرك يا مولاي. أي نوع من الأخبار؟ يعني كلفتني كده إن أنا أعرف سعادتك يعني متجوز ولا لأ ومراتك شكلها إيه؟ قلت في عقلي بدل لأ. أكيد مولاي الأمير قمر الدين خشاف لما يجي يتجوز وياخد حتة هياخد بجد واحدة قمر زي اسمه. كلك ذوق يا لمبي. ماي بليجر. وكلفتني برضك ان انا اتعرف يعني اذا كان في عند حضرتك مخلف منها ولد ولا لا. برضك قرط في عقد بالي اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف مخلف بطل. بطل يحمل اسم مصر الى العلماء فوق كده. ده من ذوقك يا لمبي عقبال ما تشوف اولادك. كونجراتيليشن مولاي. وانت هتعمل ايه يا لمبي؟ هتجسس عليك يا مولاي. وهتقول لها؟ طبعا. لا لا طبعا مولاي ازاي يا ايه؟ احنا شباب زي بعض يعني ورجاله. انت ما تعرفش اللمبي ولا ايه؟ اسمع عن اللمبي. انزل بس خط كده ناحيه مصر القديمه او السيده زينب. بلاش ما تنزل العددين. اقعد كده بس في النصريه او في رمل البولاء وشوف اللمبي مصنع الرجاله. تحت امرك. رقيبه ناس بتتدب تحت رجليك تحيه وعظمه لمولانا الكبير السلطان قمر الدين خشاف. امال ايه؟ باين عليك زكي. الله يخليك. احسنت في خزون. بتعمل ايه؟ بتجسس عليك بقى سيبنا نشوف شغلي. اتفضل. زكي. من سنين فاتت وانا بحكي حكاية الأميرة زينات. الأميرة زينات اللي بعتها بسوق العبيد عشان أحافظ عليها من القطار. انت فين يا زينات؟ انت فين يا زينات؟
سيدي قائد الجيش المعلم، هذه رشوة التجسس. يا ترى من الحقير اللي دفع الرشوة دي؟ الأمير طربال اللعين. طربال، شاهين، ايه اللي ناقصنا في المعدات؟ احنا سددنا عجز السيوف، لكن عندنا عجز في الخيول، لازم نزود عدد الخيول يا سيدي. ومين اللي عليه الدور في توريد الدواب؟ عز الدين اسماعيل هو اللي مسؤول عن الصفقة. امسك الصورة دي تديها لعز الدين اسماعيل وتقول له يورد المطلوب منه الليلة. عز الدين اسماعيل؟ ولكن عز الدين صرف كل مستحقاته سيدي قائد الجيش المعظم. اوعى تكون دفعت الفلوس من الفلوس المخصصة للتمريض. طمن سيدي قائد الجيش، مولاة السلطانة شجرة الرز بعت جزء من مجوهراتها وسددت المطلوب لعز الدين. يا عظيمة شجرة الرز، دايما بتبدي مصلحة البلاد على مصلحتها الشخصية. اسمعوا، احنا لازم نبذل مجهود اكبر من كده. عايزكم تجيبوا لي اخبار من كل انحاء مصر المحروسة. عايز عيون المنتشرة في كل مكان تبقى دايما جاهزة، دايما صاحية مستعدة. تمام سيدي قائد الجيش. تمام سيدي قائد الجيش المعلم. تفضلوا. هاي زعمور حبيبي. خيانة الحرات، خيانة. خلاص يا لمبي، بس يا لمبي تعويضوا من هنا يا لمبي. بس ده مين دول؟ ده ابني زعبور. انا واحد فيهم. لا ولدي الوحيد هو ده كله. وحشني زعبور. ابويا ابويا ابويا. تخافش ما تخافش يا زعبور. مين ده؟ ده لمبي. ده الحارس الشخصي بتاعي. ده بيحميني. بتخاف على ابويا؟ يبقى ابويا بيحبك، وانا اللي يحب ابويا يبقى انا كمان احبه. ابوسه. انا مش عايز. انا الحكايه يا قمر الدين، زعبور خدك مني ولا ايه؟ انت عارفه بقى زعبور لما بيشوفني وحشتيني. انا اللي وحشتك ولا زعبور؟ انت عايزه الحق، انت وزعبور وحشتوني. عارفه كويس ده من صغار يا مدام. ده اللمبي، اللمبي ده ولد غلبان. ده لما تقيل لي يا اللمبي. نعم اسمه سماوير. انت وزعبور بقيتوا اصحاب؟ طبعا ده حبيبي، ده حبيبي. لعبوا لحد ما تبحث في شؤون خاصة مع المدام. مع المدام؟ لا بقى ما ولا ايه. واحدة بقى، واحدة بقى. نعم حبيبي بهزر معاه وبيحب كده. ما بلاش الدخلة دي يا من الواي. مضطر يا اللمبي. مضطر ليه؟ هو ايه اجباري ولا ايه؟ اسمع مني، الدخله دي فيها غبه جامده عليك. ده واجب مقدس. مقدس ايه؟ ده واجب مقدس. هيبقى مقدس في تكبيسه في الدخله. الدخله دي مش حلوه. البلد عايزاك وبعدين دخلتك دي. شوف انت بص مخلف ايه؟ لما تجيب اتنين كمان زي دول ده خطر على اقتصاد البلد. انا حياتي كلها فدا الوطن، فدا مصر. تاني مصر؟ انت لما تحب مصر قدي هتقدم تنازلات. ايه بس اللي انت داخل عليه ده مش تنازلات يا مولاي، دي مزلقانات. انت داخل على مزلقانات ويا عالم هتخش مش هترجع. ربنا معاك. برضك تجري ورا الشهوة. حبيبي 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 هبا حبيبي حبيبي حبيبي. اللي في ايدك ده يا حبيبي؟ ده حصان تحمر. ايوه انا عارفه ده حصان. ايوه يا حبيبي اوريك لعبه حلوه. طبعا حلوه، طبعا حلوه. شبهك بالظبط. تبقى حلوه. شبهك بالظبط. ماشي يلا وريك يا كمان. هات ورينا كده يا حبيب بابا. ده اسمه ايه؟ حصان. بص حتين لفوق 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 لفوق. الله يا جمال. فين الحصان؟ حصان فين؟ حصان انت كنت تقول ايه؟ انا بدعت الحصان. بدعت الحصان بتاعي؟ ابويا ابويا يلا ابويا ابويا الحصان ابويا. الحصان فين الحصان؟ يا ده اهدى شويه. فين الحصان؟ يا ده ابويا. يا ده ابويا. ابوك جوه عنده موقعه الجمل مش فاضي جوه. سيبك منه. فين الحصان؟ حصان يا في بطني. بتاعي في بطنك. ما هو ده السحر بقى اللي هو بتاعنا بقى. لا يا ابويا ابويا. ام غلاستك ده انت غلس قوي ده يا ابويا. نعم. ايه يا لمبي؟ في ايه يا زعبور؟ انا الحصان بتاعك. لا
ده مين ده؟ كان فني القصر ده ولا مين؟ لا ابويا. مالك يا زعبور؟ كان الحصان في بطنه. لا والله حضرتك الحصان اهو، هو بس مش سوي بحاجه تانية خالص، ده انا كنت بلعبه زي ما حضرتك ساعتك قلت لي. الحصان في بطن ابويا مش دول، مش دول، هو كان الحصان. والله هو ده والمصحف، انا هجيب من حصانه تانية. انا مش معود ابني على الكذب، طالما قال انك اكلت الحصان بتاعه تبقى اكلت الحصان بتاعه. كذب ايه ده؟ متعود على الكبد اصلا مش كذب. كده بقول لك حضرتك مدوي الحصان اهو. اتاخرت قوي كده ليه يا قمر الدين؟ يا روح قلبي، اصلي الليمبي بلع الحصان بتاع زعبور. ايوه يا ماما بلع الحصان. يا مدام وحياتك ما حصل الكلام ده، اهو حضرتك الحصان اهو ما بلعتوش. تقصد ايه يعني؟ ان ابني كذاب ولا اهبل وبريالة وعبيط زي الشعب ما بيقول؟ هو الشعب بيقول عليك الكلام ده؟ هو والله يبقى الشعب برحمه كمان، لان هو اكثر من كده بقى بصراحه. يبقى انت بقى اللي اكلت الحصان. انا اللي اكلت الحصان؟ اكلت الحصان انا والله يا سعاده السمير. لمبي طلع الحصان الحقيقي من بطنك. ايوه حاضر، انا كنت بهزر ده كله يا زعربور، انا كنت بهزر والله. الحصان الحقيقي بتاع زعبور اهو. خد يا حبيبي. حصاني حصاني انت عويد عويد عويد. الله ينعل ابو غلاسة اللي جايبينك. يلا يا منعم. لمبي يا ساعة الباشا، انا مضطر اقعد يومين عشان في بعض شؤون الدولة مع اصلاجة حبتين. شؤون الدولة؟ وهي دي شؤون دولة؟ ده شؤون القارة يا مولاي. انت دخلت دقيقة وخرجت شبه بتوع الكنافة والقطايف عندنا. لمبي دخلة تانية انا معرفش هتخرج حداد ولا نجار ولا ايه، مش عارف. اسمعني كويس. اتفضل. انت لا شفت ولا سمعت ولا عرفت. عيب المدواي، سرك في بير. وايه كمان؟ ومخلف منها علي نص نقل. الواد ده بقى لو قعد على كرسي العرش ده ها خلاص ولا حيقوم وضع اي حاجه، لزق بكل على كره العرش. لا تنفع معاه ثورات ولا مظاهرات ولا اي حاجه، لان هو من الوزن الثقيل، فصعب انه يشال البلد. هيسيبوا له البلد ويهجوا تاني يوم لو مسك الحكم. ومراته؟ اشمعنى؟ شكلها ايه؟ متناثره الاحجام، فدي عايزه بوصله عشان تحددي الخلقه فين بتاعته، مش عشان تعرفي تتكلمي معاها. وحشه يعني؟ وحشه منين؟ وحشة مني ست هادم؟ ده حضرتك كده بتغلطي في الوحاشة نفسها. دي تقدر تقولي رضعة من وحيد الكرم؟ ها؟ فجأة في الجبل كده فأس عجل راح طالع حاجة وإيه؟ وفاكرة نفسها زغلولة. وهي بعد عنك بعد عنك طول النهار قال على الأمير أمر الدين وماشي عمال تدلعه يمين وشمال، وهو طبعا يعني كده بقى يعني لحد بقى شكل الشكمان بتاع المسكت. مولاتي السلطانة شجرة الرز، لقد قتل الأمير أمر الدين خشاف يا مولاتي. الأمير أمر الدين خشاف إيه؟ الأمير أمر الدين خشاف يا مولاتي. كل سنة وأنت طيب. مين اللي قتل خشاف؟ مين اللي قتله؟ مين؟ وكمان عامل لي مفاجأة إنك قتلت أمر الدين؟ مين أنا؟ يعني تير. أنت حبيبي. وشريكي في العرش. ايوه مولاي الليمبي. فليعلن المنازع عن زواج الملوك من الرؤساء. رؤساء مين اللي هيرتبطوا من الملوك؟ مين؟ انا ما قتلتش امر الدين ده. انت حبيبي. ايوه. وشريكي في العرش. ايوه. مولاي الليمبي. شجرة الرز لا تخلف العهود. انا ما قتلتوش. انا تقريبا في اليوم ده لا قتلت خشاف ولا قتلت حتى تمرايا واحده، كنت صايم تقريبا. ايوه تعجبني. خليك بقى على المقوله دي. خلاص قشطه قشطه. ايوه. يا لك من داهيه. امال ايه؟ مغوار وعسل كمان. والنبي عسل. والنبي قشطه. انت عارف انت جايب اخر الحرير، خلي بالك وحط في ذهنك ان انت جايب من اخر الحرير. بالك انت لو دخلت على اي بوياجي كده معلم المعلمين وبيطلع فوق ويبخ هنا وهنا، مش هيجيب فيك خربوش، عشان انت زيرو وانا موت في الزيرو. من صفر المية في
3 ثواني و10 من الدقيقة. يا أهل مصر المحروسة، راحت أيامكم المنحوسة. يا أهل مصر المحروسة، غدا الفرح والأفراح، غدا زواج الأميرة شجرة الرز على الأمير الليمبي هريسة ابن المهروس. والحاضر يعلن الغايب، يا أهل مصر المحروسة. الليمبي هريسة ابن المهروس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتوا يا سيدي؟ بيقول لك بكره فرح السلطانة شجرة الرز على الأمير الليمبي. سمعتوا المنادي؟ سمعنا، سمعت الرعد في ودانك. الله يرحمك يا قمر الدين، كان زمانها ليلتك النهارده. وكان زمانه بقى السلطان ومدلعنا آخر دلع. يا سيدي خلاص بقى. هلا؟ ما الحي يبقى من المي، واللي بيروح بيجي غيره، ما بتقفش على حد يعني. يا عم ويمكن الخير يجي على قدين الليمبي. صحيح والله. الخير على قدوم الوردين، بيقول لك بكره فرح، يعني فته وهوبر واللازم منه. في بعد كده خير؟ والله العظيم طول عمرك حمار وهمك على بطنك مفجوع. بقى احنا بنتكلم في حال البلد يا بلد، وانت بتتكلم في هوبر الفته. ليه محسسني ان انتوا ما بتشوفوش اكل؟ هو انا حرمكم الحاجه؟ هو انا مش لسه عازمكم اول امبارح علشان دوتشات كبده عند المملوك؟ هو هو. شكرا.